القديمة خدت ثلاثة من الجديدة بعديها كمان إن شاء الله ثلاثة من الصور هو احلى وضع انه كانوا يثبتوه جامد. عرفت خدت خبره.
جاب 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 جاب. انت عارف اللي يبدأ بحب الاعلان ما تدابش يقطع ورقة، يعني لو فات منه ما ماتش في اول مرة يقطع على كده. طيب طيب، اذا اول احتمال ده مش موضوعنا، ده مات كل السنسيشنز اللي طالعه من الرجلين
انت قطعت السكة يا بابا العرض مش هتكمل لغاية الموقف. يبقى الشخص ده يا ولاد مش هيحس برجليه تاني. كل الاوامر الحركية اللي نازلة من المخ رايحة تحرك الجزء الرجلين، انت قطعت بالعرض في نص السباينال كورد ما عادتش توصل، يبقى الراجل ده رجليه هتبقى مشلولة طول عمره. يبقى خلي بالك الراجل ده هيكمل عمره كله مشلول وما بيحسش. مكتوب عندك كلمة بيرمننت مش هيتحس. سيبك بقى من نجوى ابراهيم محمود عبد العزيز وفيلم حتى اخر العمر. في فيلم كده بيحبونا دي كل فكره 6 اكتوبر. الفيلم ده للجماعه اللي ما شافوهوش، الفيلم ده محمود عبد العزيز كان من ابطال حرب اكتوبر، حصلت له حاسه اتقطع السباينال كورد كله بالعرض. فطول الفيلم رجليه مشلوله وما بيحسش. المخرج على اخر الفيلم عايز يطلع الناس مبسوطين من السينما، تابعين فلوس بره. فتلاقي محمود عبد العزيز في نفس الفيلم قال بيتكلم صاحبه في المانيا اللي عنده نفس الحاله زيه، وديتها خاف وبيمشي في المانيا بيعرفوا يخيطوا السباينال كورد ببعض. ده مشلول وما بيحبش. خلاص والله بقى ده ودع حوالك وانساه تاني. عمر الرجل المشلوله ما ترجع تاني، ده انتهى على كده. اوعى تفكر في حاجه مختلفه. اللي اتقطع له السباينال كورد بالعرض ده مشلول وما بيحبش برجليه ومش هيكف تاني. هتقول لي امال احنا جايين نشرح ايه النهارده؟ ما خلاص خلص بقى. احنا النهارده بقى جايين نتكلم على الريفلكسز تحت القطع. الحصتين اللي فاتوا احنا اتكلمنا على السباينال ريفلكسز، المونوساينابتيك والباي والبولي، هو ده الموضوع. خلاص كلنا اتفقنا؟ تعرف بعد ده كله هيطلع لي طالب وانا بشرح يكون ليك الجمله ان ده مشلول وما بيحبش ومش هيجيب. خلاص؟ واضحه؟ ايه بقى حكايه الريفلكسز اللي هتحصل تحت القطع؟ الريفلكسز هتمر بمرحلتين يا ولاد. عقب الاصابه مباشره كل الريفلكسز تحت القطع بتضيع. حاجة اسمها سباينال شوك. بعد كام شهر السباينال ريفلكسز هترجع تاني، أو كام أسبوع يعني شهر ونص تقريبا، هترجع تاني اسمها ريكفري أوف ريفلكسز. لو أخدت بالك هم دول العنوانين اللي فاضيين في الورق بالعرض. مرحلة كل الريفلكسز ضايعة اسمها إيه بقى؟ سباينال شوك، ده سؤال نظري مهم وسهل اللي هو الكورة التاني. بعد كده عودة الريفلكسز الكولم الأخراني ريكفري أوف ريفلكسز، والسؤال أثر نظري مهم وسهل. معلش عشان خاطري اللي هيسرح في البداية دي هيبقى قبل بقية الشرح. اللي اتقطع له السباينال كورد كله بالعرض آخر مرة بقى، بس قولوا بسرعة كده عشان نتأكد إن أنتم تبعين. في ثلاث احتمالات بتقطع فوق سي 5 حصلوا إيه؟ ثلاثة من إيه؟ تحت سي 5 نوع الشلل والريفيشن والنفس دياجراماتيك. في نص ظهره مش فراسي نوع الشلل والريفيشن والنفس نورمال. احنا نشرح الجماعه اللي عاشوا تحت القطع بيحصل ثلاث حاجات، في حاجتين ضاعوا انتهوا تماما. ده مشلول وما بيحسش. عمرهم ما هيسيبوا دول خلاص. احنا هنشرح الريفلكسز بقى ايه اللي بيحصل فيها تحت القطع. هتمر مرحلتين هتكتفي اسمها ايه الفتره اللي هتكتفي فيها عارف ولا سباينال شوك، وبعد شويه ترجع تاني عاوز الريفلكس. ده سؤال ده سؤال مهم وسهل. تعال نبتدي سباينال شوك. فتره كل الريفلكسز هتضيع فيها تحت القطع. ليه بتضيع وهتقعد قد ايه ضايعه؟ اقف كده الورقه عشان اوريك بس سبب السباينال شوك وبعد كده نرجع تاني للورقه اللي كنا فيها. بصوا كده يا اولاد انا هرسم معاكم رسمه كده على التابلو عشان نشوف ليه الشخص اللي بيتقطع له السباينال كورد كده
المكان ده مكان القطع بالسباينال كورد على التابلو اهو، ليه كل الريفلكسز تحت القطع هتكتفي لفتره؟ مع اني اكيد في طلبه ناصحه دايما بيسال السؤال، بص كده على التابلو يقولوا لي تحت المكان اللي اتقطع من السباينال كورد والعرض المفروض ان كل الريفلكسز الكومبوننتس بتاعتها سليمه. اقول لهم يعني ايه؟ مش اولاد الريفلكس عباره عن السيستم بيبعت يروح السنتر يرد الايفرين ياثر على الايفكت اوف اورجان اللي هو مثلا المصر بتاعتنا في موضوعات او اذا كان بيسر على حاجه ده يرن البدن. الطالب الناصح لازم يفكر ازاي لما يتقطع السباينال كورد بالكامل هنا ازاي الريفلكسز كلها تحت القطع تختفي لفتره، مع ان زي ما انتم شايفين على التابلو مكونات الريفلكس ار كلها سليمه تحت القطع. القطع فوق ليه الريفلكس تحتها تضيع؟ تعال اقول لكم ليه بتضيع. النورمال فينا كلنا، الباشا مين الباشا ده؟ سيريبرال كورتكس. النورمال فينا كلنا ان الباشا الكورتكس فوق بيبعت كهرباء منشطة للسباينال كورد سوبرا سباينال فاسيليتيشن، كهرباء بتنشط الريفلكس بتاعت السباينال كورد. انت عارف لما يتقطع السباينال كورد بالعرض الكهرباء المنشطة دي هل هتوصل للسباينال كورد تحت الارض؟ هتوصل ولا مش هتوصل؟ خلصت. انت عارف لما الكهرباء المنشطة دي ما بتوصلش تحت الارض النيرون بتاع السباينال كورد يحصل فيها انهيبيشن لفتره. وبكلمه انهيبيشن في الفيزيولوجي نحن نعني دائما دي بولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ هايبر بولاريزيشن. يقول لك لما الكهرباء المنشطه دي اللي المفروض بتوصل للسباينال كورد ما وصلتش النيرون بتاعت السباينال كورد بتعطل شويه يحصل فيها شويه هايبر بولاريزيشن. مكتوب عندكم الكهرباء زادت من كل 6 مللي، يعني بدل ما الريستنج امبرين بوتنشال مثلا سالب 60 يبقى سالب 66. يبقى انتم مطلوب منكم الجمله دي في الامتحان لما يقولوا لكم ايه سبب السباينال شوك تقولوا لي الجمله الرشيقه المكتوبه قصادكم sudden withdrawal of supra spinal facilitation. فجأة منعنا الكهرباء المنشطة اللي كانت جاية من فوق اللي سباينال كورد. ها أم كانت النتيجة النيرون بتاع السباينال كورد حصل فيها إيه بقى؟ هايبر بولاريزيشن. أوعى حد يجي المرة الجاية يسألني يعني إيه الكهرباء زادت من 6 مللي؟ يعني الريستنج امبرين بوتنشال بدل ما إحنا سالب 60 في العالي بقينا سالب 66 وطينا لتحت اكتر، يعني بعيدنا قوي عن الفايرنج ليفل اللي احنا المفروض نوصل له. حد عارف بقى ليه؟ لما السباينال كورد بيتقطع بالعرض تحت القطع كل الريفلكس تضيع شويه. تعرف تقول لي الجمله ده؟ ليه ضاعت الريفلكس؟ صادن ايه؟ بتاع ايه؟ سوبرا سباينال فاسيليتيشن. ام كانت النتيجه النيرونز تحت القاطع حصل فيها حاله ايه؟ والعيان بقى يا ترى هتقعد الريفلكس تحت القاطع ضايع كتير؟ خلي بالك احنا مطلوب نعرف الكوز والديوريشن بتاع الاسبانيا شوك. احنا قلنا السبب، طب بتقعد قد ايه بقى الريفلكس ضايعه؟ بعد كده هترجع زي ما علمتكم السؤال اللي بعده. مهم يا ولاد تعرفوا الاجابه لان اقارب المريض هيكلموك انت كطبيب. العيان من دول اللي بيتعامل مع سباينال كورد بالكامل عقب الاصابه رجليه هتبقى في سباينال شوك، مفيش ريفلكس خالص. العيان مصفح على السرير. اقارب المريض بيقولك وده هيفضل طول عمره كده راقد على السرير مش هيقوم ابدا يقف. لا يبقى عندك اجابه شافيه. شوف يا اولاد مدة السباينال شوك دي اللي هي الفترة اللي فيها الريفلكس كلها ضايعة
بتختلف في الكائنات على حسب مدى تطور البيان. مكتوب عندك كلمة قوية قوي حتى انا كتبتها كلها بحروف كبيرة، مدى تطور البرين دي مكتوبة كلمة انكيفاليزيشن. لا فهمنا، شوف يا اولادي، كل ما كان المخ من الاول، انا بتكلم على الكائنات المختلفة، هقارن البني ادم بالحيوانات المختلفة ونشوف المدة الفرق، نشوف كل انيمال، كل ما كان البرين من الاول هاي ديفلوب زي بتاع البني ادمين زي حالتنا، يعني من الاول بيبعت كهرباء منشطه جامده للسبينال كورد، يوم ما تتمنع الكهرباء المنشطه دي هتعاني الريفلكس فتره اطول. اديك مثال بايت شويه عشان تفهم كلامي، معلش بايت شويه بس عشان تربط الفكره. تخيل لا قدر الله واحد فقد ولي امره، هيحزن عليه 100%، بس مدة الحزن هتختلف عن ان هذا الشخص اللي فقد ولي امره يكون طفل صغير او واحد كبير متجوز وعنده عيلته. الطفل الصغير ده لو فقد ولي امره هيحزن، بس مدة الحزن هتبقى طويلة قوي لانه كان fully dependent على ولي امره في كل الاتجاهات. الراجل الكبير اللي متجوز وعنده عيلته فقد برضه ولي امره هيحزن، بس مدة الحزن اقل. كل ما كان الشخص او الحاجه دي احنا فولي ديبندنت عليها قوي، يوم ما تتمنع عننا هنعاني فتره اطول. كل ما كان البرين من الاول هايلي ديفلوب، كل ما مده السباينال شوك الريفلكس هتقعد ضايعه اطول ولا اقصر تفتكر؟ اطول. اقول لك حاجه، احنا طباعه هنا في المعمل، حته مخ ثابت للطباعه، مخ فيها تعبانه الطباعه، طباعه فيها رأس. مهم الضفدعة دي لما نقطع السباينال كورد بالعرض، تجربة عملي، السباينال شوك فيها تقعد دقائق وترجع تتنفس تظهر بعدين. كتاب الكلية ما قالش، بس انا احب اقول لك القطط والكلاب بتقعد ايام مدة السباينال شوك، الريفلكس بتقعد ضايعة كام يوم وبعدين ترجع. اما البني ادم اللي حفظ الرقم صم من 2 لـ6 أسابيع، الشخص اللي اتقطع له السباينال كورد بالعرض تحت الاثر، كل الريفلكس بتقعد ضايعه من 2 لـ6 أسابيع، وبعد كده هترجع زي ما احنا السؤال اللي بعده. بعد 6 أسابيع يا اولاد السباينال كورد بقى يعتمد على نفسه، يقول لك انا هشتغل لوحدي، مش لازم حاجه منشطه توصلني، بس اعرف انا اقوم بالشغل لوحدي. بلوزولي رقم 2 لـ6 MCQ، وتركز انها ويكس لان بيلخبطوك كويس ومانس، هي قالها شهر ونص يعني 40 يوم كامل. خلاص عرفت الرد بتاعي على اقل من لما يقولوا لك السباينال شوك دي العيان ما فيهوش ريفلكس بريجيري جيت هيبقى خالص، هيقعد على الحال ده كتير، هترد عليهم مده السباينال شوك تتراوح من ايه بس؟ من 2 إلى 6 ويكس. قبل ما ارجع للورقه تاني اقول لك مين اللي ضاع بقى، حد يقدر يقول لي بقى ايه سبب السباينال شوك؟ صادم هيمين صادم درول سوبر سباينال بريزنتيشن. امال السباينال كورد نيرون اللي حصل فيهم ايه؟ هايبر بولاريزيشن. الحكايه دي بتقعد فتره تقريبا 2 لـ6 أسابيع عقب الاصابه، وبعد الريفلكس اللي هتظهر بعدين. تعال نرجع للورقه اللي كنا فيها، مين بقى الريفلكس اللي بتضيع في السباينال شوك؟ كل اللي اتعلمناهم تعال ناخدهم لسه تاني. 8 مكتوبين عندي هيضيعوا، انا عامل علامه مشتركه بين كل 2 معروف بالحفظ. طبعا اول واحد هنتكلم عليه مضاع ابو الريفلكس كلها اللي خد مننا حصه ونص، اللي هو كان مين ده؟ ستريتش ريفلكس. عارف يعني ايه العيان ضاع منه الستريتش ريفلكس على كل الصدر؟ يعني رجلين مشتوله دلوقتي لا فيها لا تون ولا تنتون جير. مش احنا قلنا ان هم دول الوجهين بتوع عمله واحده اللي اسمها ستريتش ريفلكس؟ يبقى الاثينا ده نايم في السرير ليه سايبه خالص؟ انا ضربت المطرقه على النيك او على الانكل،
ادي اول واحد عرف الموضوع ده. مين كمان لبسه الزرار ده ضايع؟ لو حالت حاجه بينك وبين رجله، رجله مش هتبعد عن مصدر الاذى. خلي بالك ده مشروع يهدي. طيب مين كمان يضيع؟ يبقى دول يتحدوا مع بعض. ميتيوريشن ديفيكيشن اريكشن. ثانيه واحده، ده كلام مهم. العيان ده ضايع منه الميتيوريشن ريفلكس والديفيكيشن ريفلكس. طب ودي تفرق معانا في ايه؟ دي مهمه جدا عندنا دي في الطب. بص حضرتك كده، العيان ده دلوقتي البلادر بتاعته عمال يتحوش فيها البول، ما بتفضيش، ما فيش الريفلكس بتاع تفضي. البلادر عمال يتحوش فيها البول، ولما البلادر بتاعته بتملى على الاخر الزياده بتنقص. العيان دلوقتي شغال اليورينري بتاعته، اليورينري بلادر بتاعته بنظام تملى تنقص. خلي بالك كلنا العيانين احنا شغالين بنظام تملى تفكر. مش امبارح كنت بحكي لك البلادر بتاعتك لما تملى انت بتفكر هل المكان والزمان مناسبين افضل ولا لا؟ النهارده العيان ده مش حاسس اساسا بالبول اللي بتفكر بيقول لي الزمن بتاعته والريفلكس ضايع، فبتكون النتيجه ان اليورينري بلادر بتاعته عامله زي الكاس اللي انا رسمه ده على التابلو ده. اليورينري بلادر بتاع العيان البلادر عمال يتحوش 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 يتحوش، الزياده تنقط. اكتبوها لي بالعربي جنب الديكتوريشن، تملى تنقط. مكتوب عندك حاجه اسمها ريتنشن وذ اوفر فلو، دي اللي هي تملى تنقط. ايه رايكم والريستم بتاع العيان شغال بنفس النظام؟ البراز عمال يتحوش 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 ما بيبقاش الزياده تقر منه. والله كل ما ابص للرسمه دي على التابلو افتكر جملة كان قالها مارتن لوثر كينج بتاع زعيم الأقلية الفرنسية بتاع أمريكا. والله كان بيقول جملة في كتابه كأنه بيشرح تملى تنقط دي. يقول إيه مارتن لوثر كينج؟ كان يقول لك إيه؟ إن كأس العذاب الإنساني عندما تمتلئ بفوهتها لا يصبح هناك ثمة مكان للمزيد. قصدي يقول لك تملى تنقط. الجملة دي نقراها ده بيتكلم فعلا على ريتيشن سوبر فلو، ده بيتكلم على لون البلدر اللي احنا بنحكي فيه. برضو انتوا مش حاسين بقيمة الجمل اللي انتوا عارفين معناها ايه ان البلدر بتاع العيان ده بتبدا تنقط؟ هل يبقى العيان ده عنده اليورين البلدر بتفضى في اي لحظة من اللحظات؟ لا. يا ولاد افهموا، العيان ده البلادر عنده متحوش الست اسابيع، الزياده بتنقص. انت عارف لو احنا قاعدين في اي دوره مياه عامه نقطتين يورين وقعوا على الارض المكان ريحته تضرب كله، بس خلال دقيقتين ثلاثه انا بكلمكم عن واحد يملى ينقص البلادر بتاعته مش هتفضى ابدا طوال ست اسابيع. ده لو السبع حد يجيله انفكشن في الكلى ويموت من فشل كلوي. عشان كده هقول لكم بعد ربع ساعه من دلوقتي اهم حاجه هنعملها لعيان ده تفتكروا ايه؟ قسطره. هنركب له قسطره عشان نخلي دايما الميزر بتاعته بره ونديله مضاد حيوي. دي من اهم الحاجات كاطباء هنعملها للعيان. هتيجي مكتوب بعد شويه في الاول كاسترايزيشن. يبقى العيان ده دلوقتي شغال البول بتاعه بنظام تملى فاضي، سوري تملى تنقط، اسمها ايه بالانجلش تملى تنقط؟ ريتنشن اوفر فلو. الخمسه مكتوب عندك ايه اللي هيحصل في سبايل شوت؟ ضغطه هيوطى. ايه بالورقه تاني اللي بعديها وتعالى اوريك في النص التحتاني منها ليه العيانين دول في سبايل شوت ضغطهم هيوطى؟ تعالى اقول لك ليه ضغطهم هيوطى. حد فاكر حته البساتك سنه اولى كان طالع منين؟ تراكو. تراكو ايه؟ لمبه. صح.
كان طالع من ال 12 سوراتي والقمر دي لمبه صح كده، ادي لغايه نمبر 3 اهو. سمباتيك التناول يا اولاد، سمباتيك ده كله كان بيعمل ايه في بلاد ريتم؟ برضه كونستريكشن، يعني يعمل ايه في ضغط الدم؟ يجوزها صح كده؟ انت عارف السمباتيك كان طالع من انهي هورن في السبايا كورد؟ لاترا هورن كده عادي صح؟ يعني لو حبيت ارسم واحده منهم بس كده، السمباتيك كان طالع من اللاترا هورن بتاع السبايا كورد من تي واحد لان ثلاثه عشان يضيق الاوعيه ويرفع الضغط. بصوا يا بنات، كان في عندنا سنتر في المظله اسمه البي تي سي، ايه البي تي سي ده؟ برضو كونستريكتور سنتر، مش كان عندك البريسور اريا اللي بتعلي الضغط، واحد ينشط القلب واحد يضيق الاوعيه؟ كان في البي تي سي، ايه البي تي سي بقى ده؟ ما لسه قايل اسمه ايه بقى؟ برضو كونستريكتور سنتر. بصوا يا بنات، الطبيعي فينا كلنا ان البازو كونستريكتور سنتر بيبعت يشغل من تي واحد ل ثلاثة، قوم هي تبعت اعصاب السمباتيك تضيق الاوعيه وترفع الضغط. خليه مظبوط لينا. يبقى النورمال ان البازو كونستريكتور سنتر ده النورمال فينا واحنا قاعدين دلوقتي، تشغل من تي واحد ل تي ثلاثة اللي دورها تبعت اعصاب السمباتيك تضيق الاوعيه وتضبط الضغط. بص على التابلو كده الله يخليك. لو واحد اتقطع له السباينال كورد كده اباظ تي 1 رد عليا الله يخليك، هل كده في كهرباء هتوصل من الباز كونستريكتور سنتر لكل عده سمباتيك؟ هل كده الاوعيه دي جت؟ ومش شرط ده اللي الضغط يوطى جدا. فهمتوا ليه؟ لانك منعت الكهرباء اللي نازله من البازو كونستريكتور وبتشغل السمباتات. طيب مين شاطر؟ ويبقى اقل انخفاض في الضغط يحصل لو قطع فين؟ تحت مين؟ تحت نمبر 3. بص عليها في الرسم كده، اكثر انخفاض في الضغط لو قطع فين؟ فوق واحد. أقل انخفاض في الضغط تحت لمبر 3. استنى حديد 3. برافو عليك، أيوه كده. فتسألوه خايفين ليه؟ بيسأل الله، طب لما قطعنا تحت ال 3 ليه الضغط أساسا ينخفض؟ ما كل حاجة سليمة فوقيها. الإجابة يا أولاد، اللي بيقطع السباينال كورد ده مش قفا ولا شلول، ده حته تروما محترمه كسرت الفيرتبري من بره وفي الاخر دخلت خلت السباينال كورد كله بالعرض. التروما الجامده دي نفسها، التروما الجامده بتشغل الباراسمباتيك، بيعمل برضه فاليديشن. هم العيانين دول بيحصل لهم شويه انخفاض برضه في الضغط اللي هم القطع تحت لمبر 3. كمان مره، اكتر مكان اكتر حته يحصل معاها انخفاض في الضغط لو القطع فوق مين؟ تي 1. تي 1 سكيور فوق تي 1. اقل انخفاض في الضغط يحصل لو القطع فين؟ تحت لمبر 3. طب لو كملت الجمله يبقى فهمتوا، ما كملتوش عندي الاول. كملي الجمله دي، يبقى ذا هاير ذا ريجن، ذا هاير ولا ذا لور ذا فيربريشن؟ سامع ده لو يبقى في امتحان الام سي كيو اخر السنه انتوا معرضين لثلاث اسئله. اكثر حته تتقطع الضغط معاها يوصل لو القطع فين؟ لا لا بص بص كده هفضل اعيد فيها، انا مش جاي اشرحه كلمتين واجري، هيقول لك تاني 100 مره. اكثر حته اكثر كومبليت ترانزيت سكشن يعملها الدكتور ادير بروفيشنال لو القطع فين؟ فوق يوان صح؟ اقل انخفاض في الضغط يحصل لو القطع فين؟ تحت ال 3. ويبقى ذا هاير ذا ريجن، ذا هاير ولا ذا لور ذا ديبروفيشن؟ ذا لور. كمان مره عشان الجماعه اللي ما لقطوهاش، ليه تحت ال 3 اساسا الضغط يوصل؟ المفروض كده يبقى الست كلها سليمه. التروما الجامده يا ولاد، التروما الجامده الخطر
اللي كسرت البرتبري وقطعت الاسبان كورد في تروما مضطربة. التروما الجامدة دي ولاد عندنا في الجسم بتشغل الفرس المسدس، ده كلام صحيح 100%، بيعمل شوية فازو فاليديشن هم العيال ضغطه بيرفع حتى من التروما، من التروما. طيب ارجع للورقة اللي كنا فيها، احنا لسه بنقول ايه اللي حصل في الاسبان كورد، بقينا لسه بنقول العيال ده كمان نبقى سته بقى الفينس ريتيرن بيقل. فينس ريتيرن بيقل. ايوه برافو عليك. ستون مش احنا قلنا امبارح احد وظائف المصري ستون في رجليه كان بيساعد الفينس وال ليمبرجر. العيال ده دلوقتي ما عندوش ستون في رجليه، هو راقد. ام الفينس ريتيرن بتاعه يقل. سبعة مع تمانية آخر اتنين في الإسبان الشوك. العيان ده بقى جلده، العيان ده لو اتساب نايم على ظهره فترة طويلة اتنسى. كلمتكم أنا امبارح عن البريشر اريا وقلت لكم الشخص النورمال زي حالاته وحالاته لو نمنا على ظهرنا في بروزات في بريشر اريا الكبت والباتو. خلينا في الباتو دلوقتي. انا وانت لو نايمين على ظهرنا 8 9 ساعات الاوعيه بتاعت الجلد في الحته دي بتتقفل لان احنا ضاغطين عليها بجسمنا. بس كان عندنا ريفلكس حلو قوي حكيتها لكم امبارح. جلدنا لما بيسخن كان بيحصل فيه حاجتين. فازو دايليتيشن وسويتي. وحكيت لكم السويتي ده بيقلل الاحتكاك ما بين جلدي وما بين هلوم. الشخص ده بقى يا اولاد ضايع من عنده كل الريفلكس الحلوه دي دلوقتي. يبقى لو اتساب نايم على ظهره 8 9 ساعات تلاقي الجلد في الحته دي بدا يتاكل تظهر له قرح يسموها قرح برش يا اما بين سورد او ديكيوبيتاس التر. خلي بالك عشان ديكيوبيتاس يعني واحد رائد رائد بالعرض كده التر من الرئه. يا اخي احيانا الطبيب مش متخيل يعني ايه قرحه. فاكر يعني حته جلد كده تقع؟ والله مره جالنا وشفناها بعينينا وفي كتب حاطه صور لحاجات مشابهه اللي بحكيها لك دلوقتي. الناس دول يا ولاد احيانا يتسابوا يومين ثلاثه نايمين على ظهرهم. كانوا يجوا لنا في الاستقبال بتوع فرحه الفراش دول الهيد اوف فيمر باينه. تخيل شايف الهيد اوف فيمر من بره، تخيل القرحه دي واخده الجلد والماسلز اللي تحتيها واخدين لغايه الهيد اوف فيمر جوه. دي قرحه فراش. دي حاجات تموت. دي بيجي فيها انفكشن دي تموت. يبقى ده كلام مهم. جماعة دول هنشوف دلوقتي لما هنعتني بيهم حاجة مهمة هنعمل فيهم ايه؟ نغير وضع جسمهم كل شوية، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. حتى حصل فيها الثمان حاجات في الإسبان شوف مين ضاع؟ أول اثنين مع بعض، مين مع مين؟ ستريتش بورو بوراس شغالين بنظام تملة تنقط اسمها ايه بالإنجلش دي؟ خمسة وستة الضغط واطي فينا السلسلة واطي، الضغط واطي. اكثر دروب في الارتيريا بلاد بريشر هيحصل لو القطع فين؟ اعراض مين؟ دي 1 واقل انخفاض في الضغط في العينين دول لو القطع فين؟ تحت ال 3 ويبقى ذا هاير ذا ليجن ذا لور ذا ارتيريا بلاد بريشر. مقتنعين بيه؟ هنا السلسلة قليل 7 و 8 الجلد في قرح ونمرة 8 بقى الناس دول بيحصل لهم ماسل ويستنج تمور في عضلات رجليهم. استغربت ايه؟ ده لو واحد يا ابني جبسنا له رجله شهر ونص. بعد ما نفك الجبس بعد شهر ونص نلاقي الرجل دي اللي كانت متجبسه خس عن الرجل الثانيه من عدم الاستعمال. تخيل بقى العيان ده مشلول ومفيش تون كمان في رجليه. عضلات رجليه خسه جدا. يحصل ضمور ماسل ويلينج. مش بس ما بيحركهاش وما فيهاش تون، مهم قوي التون. مهم التون قوي. الكوز والديوريشن قلناها خلاص الصفحه اللي بعدها. كير اوف ذا بيشنت بقى. تفتكروا اهم حاجه هنعملها عايز نعمله ايه؟ اهم حاجه ما تفكرش في غيرها الاول، هتكون مين؟ قول لي حاجه واحده، هتقول هنعمل ايه؟ كاستريزيشن.
العيان ده اهم حاجه نركب له قسطره جمع جوز، ندخل له انبوبه، القسطره دي عباره عن انبوبه في اليوريترا بالحالب من بره، ندخلها جوه اليونت ده ونجمع الجوز كيس بره. ما تنسوش ان الريكتم رخم ما بيفضيش. بنكتب للممرضه يتعمل له ريكتال انما، حقنه شرجيه مرتين في اليوم صباحا ومساء، بكتبها كده للممرضه في التعليمات عشان بفضل الريكتم. العيان ده لازم نعمل له موبيلايزيشن، نقلب العيان. تقلب العيان مش معناه تسرقه، افهم، تقلب العيان هتغير وضعه في ايه؟ غير وضعه في ايه؟ يعني تقول للممرضه ينام على جنبه اليمين ساعتين، على ظهره ساعتين، على جنبه الشمال ساعتين. وبيدهنوا جلدهم بالكحول. نقول لأقارب المريض طول ما انتوا قاعدين ادهنوا له جلده بتاع رجليه كحول. يعملوا شفاط وبلاتيشن في الجلد. والعيانين اللي معاهم فلوس مش عندنا في المستشفى بتاعتنا بقى. ده شويه غالبا شويه. العيان اللي معاه فلوس في مراتب دلوقتي، مراتب المائيه. تلاقي المرتبه كده العيان كانه نايم على موجه، المرتبه شغاله الميه، يعني قاعد مرتبه زي ما بيوسف، ما عندناش احنا العيان ده نديله مضاد حيوي انتيبيوتكس. احنا خايفين من الانفكشن في حتتين، فين هم بقى؟ وسكين مكان الفيتسول مكان الجرح. يبقى هنا انتيبيوتكس تو جارد اجينست حاجتين، انفكشن في حاجتين، البلادر كيدني والسكين. العيان ده كمان لازم نظبط له الفلويدز اللي بياخدها والنيوتريشن كمان. العيان ده ما يتسابش من غير اكل ولا شرب كده كام يوم، ما تهتمش بس برجليه، خلي بالك جسمه عايز يشتغل، فمهتم ان انا انظم له التغذيه والفلويدز اللي بياخدها. العيان ده هيقعد على حد قد ايه؟ 2 الى 6 اسابيع، صح كده الكلام؟ طب بعد ما الست اسابيع خلصوا، تعالوا بينا بقى نشوف عودة الريفلكس. بعد ما اقول الست اسابيع يا اولاد الريفلكس اللي اكتسبت دي هتبتدي ترجع من تاني، هتبتدي تشتغل بروحها، مش معتمدة على الباشا من فوق. العنوان اللي بعده ده نظري مهم السؤال، عودة الريفلكس. مكتوبين عندك ان هم ستة. لو لعبت بالتركيب في الامتحان هنقصك. اكتبوا لي على السؤال ده من فوق بالترتيب. يعني مش تجيب نمره سته بنمره واحد، احنا كاتبينهم بترتيب زمني، مين يرجع الاول؟ مين وراه؟ مين وراه؟ لو لعبت بالترتيب هتنقص. اكتب بالترتيب هتنقص. اول ريفلكس ده بيرجع احنا فات قد ايه من الزمن؟ ست اسابيع، خلصنا ست اسابيع ما فيهمش ريفلكس. طيب شوف. أول ريفلكس يرجع العيان ده ستريتش بس يرجع بصورة غريبة أوي. أول ريفلكس يرجع هو الستريتش ريفلكس في رجلين العيان بس يرجع له التون عالي في الفليكسورز بتوع رجليه. قوم نلاقي العيان في السرير، بص لي دي رجليه المشلولة، تلاقي رجليه مشلوله بس متنيه حبه في السرير. مكتوب عندك اسمها بارابليجيا ان فليكشن. طيب ايه اللي بيقول ده؟ ما انت عمال تقول لنا من الحصه اللي فاتت هو التوت اعلى المفروض في مين في الرجلين؟ فليكسورز ولا اكستنسورز؟ اكستنسورز. ربنا يا اولاد رجع للناس دول الاسترتش ريفلكس اول واحد ورجعه لهم اقوى عكس الطبيعي في الفليكسورز. احنا مش جايين نقراهم مع بعض، انتوا عايزين تفهموا ليه؟ طب ليه ده عكس الطبيعي؟ احنا المفروض الاكستنسورز هي اللي اقوى، ليه ربنا رجع الفليكسورز هنا اللي اقوى؟ الدور الاول عالي الفليكسورز. اقول لك ليه؟ قصد الالهي واضح. ربنا عايز الناس دول رجليهم يبقى فيها شويه فليكشن، عارف ليه؟ تشجيعا لحدوث الفليكسورز درول. عشان العيان ده دلوقتي في السرير بوضع رجليه كده، يوم ما تيجي حاجه بينفول في رجله خلي بالك ده مشلول ما بيحسش،
بس الفليكسر بقى يكون موجود. كون ان الرجل مشدوله ومتنيه حبه، يوم ما تيجي حاجه بينفول ما هي متنيه شويه ايه؟ سهل تكمل تاني. اقول لك حاجه، احنا دكتور العلاج الطبيعي في المستشفى بنقول له العيان ده قدامك قولنا الفليكسوس بتاعت رجليه من فضلك. احنا بنطلب من دكتور العلاج الطبيعي يقوي الفليكسوس للعيان تشجيعا للفليكسوس الترول. ربنا عامل العيانين دول علاج طبيعي منه فيه. ربنا مقولهم الفليكسوس اكتر بالعاده. سموها ايه بقى حكايه الرجل المتنيه دي؟ بارابيجيا ايه؟ فليكسوس. تاني واحد يرجع فليكسوس درول. يا سلام على الترتيبه بتاع الفليكسوس درول. بص لي يا ابني كده على ايدي، ايد رجله مشلوله. العيان اللي مشلول ده جات حاجه بينفول على مشط رجله في الاول. هناخدهم من تحت لفوق بالترتيب الزمني. بعد ما الفاينل ما ترجع دي رجل المشلوله بتاع العيان. العيان دلوقتي بالترتيب الزمني عقب الست اسابيع لو جت حاجه بينفول في مشط رجل العيان، مشط الرجل هيبعد ناحيتي انا. دي اسمها بابينيسكي ساين، هناخدها قدام بالكامل وليه حصل كده. ده نوع من الوزدرول، انت بتحط له حاجه فين فور رجله بتبعد. طيب بعد كام اسبوع لما تيجي حاجه فين فور على رجل العيان ده الانكل نفسه يتحرك. طب كمان كام اسبوع وراهم حاجه فين فور بالرجل النيه كلها هتتحرك. طب بعديها كمان بكام اسبوع حاجه فين فور جت على الرجل الهيب كله يتحرك. في طلبه متخفره في العيانين دول فليكسوس درول. لو ناس تاني فليكس ده فعلا لا ارادي. مستخسرين انتوا في العيان ان رجله تبعد عن بين الاذان. طب انا عايز ارد لكم وعايز اقول لكم حاجه. ايه رايكم العيان ده رجليه مشلوله وما بتحسش؟ خلاص؟ اتفقنا على كده. عارف لو ما عندوش الفليكسوس درول ريفليكس موجود كانت تبقى كارثه. تخيل اخينا ده نايم مش شايف، اهو نايم نار ولعت في رجله. لو ما عندوش فليكسوس درول شغال كانت رجله دي هتفضل زي ما هي لغايه ما تتحرق. ربنا ما رضيلوش الكلام ده. الفليكسوس درول ده ريفليكس مالوش علاقه بالاحساس خالص. اظن على انتظار الحصه اللي فاتت اللي ده قفل ده طلع من الجلد راح للسباينال كورد والسباينال رد بكتب ايه اربع العضله مالوش علاقه باللي فوق. فانا بحكي هنا واقول ان ربنا عفانا برجل الراجل المشلول ده وبقول لكم وما زالت العين الجاهليه تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. بربك من كده مش حاجه ايه في حاجه. لا مش لازم تحس، هو الفكر السينا دي يعمل السيركل وخلاص وكفايه الكور. ما انا فاهم. لا يعني دلوقتي معنى كده ان هو حتى لو لمست العيان هيعمل ويند لور ريفلكس حاجه بينفول بدابوس بينفول. عارف منين ان هو ما عملش عشان يشغل البرينر بيندنج ده برضه، مش احنا قلنا الريسبت بتاع البرينر بيندنج؟ التاتش ده ما شغلش برينر بيندنج. برينر بيندنج ده فين؟ يبقى تعالى تاني. اول واحد رجع له مين؟ كلم روحي والله. ستريشر بيرس. ويرجع التون اعلى فليكسوس ولا اكستنس؟ اسمها بارابليجيا يعني ايه؟ فليكسوس. وتاني واحد رجع مين؟ فليكسوس درول. ورجع من تحت لفوق بترتيب الاول من الاول مش رجل يبقى بعد كده الانكل يتحرك. كل ما نمر كام اسبوع بينفول النيل بعد كده الهب. كل مدى الفليكسوس درول بيتطور مع العيان لغايه ما يبقى واخد الوضع الامثل بتاعه. تالت حاجه تتكلمي فيها الديب ريفلكس المطرقه في الشركه. ما تسألونيش ليه؟ لا انا ولا غيري يعرف ليه. العيانين دول اللي رجليهم مشلوله لما جينا جربنا المطرقه معاهم لقينا النيجر بيرجع قبل الامثله. ما تسألونيش ليه؟ يمكن عشان ده يساعدهم في فليكسر الدرول احسن، ما اعرفش. دي بتتعرف زي ما هي معلومه، مفيش حد في الدنيا عارف ليه. بس اللي هو بيمشي كده. مين يظهر قبل مين؟ النيل قبل الانتل. يمكن النيل لانها مهمه في الحركه كده في الجسم الترول يمكن. ما اعرفش. في حاجه بقى يا اولاد
في سيكولوجية كل العيانين اللي جالهم بارابليشيا دول او كومبليت ترانسفيرس سكشن، السيكولوجي بتاعه ايه هو؟ كل الناس اللي تقطع لهم السبينال كورد بالعرض، كل واحد يدخله حاسس ان بيوم هيصحى الصبح هيلاقي رجليه بتحس وانه ابتدى يمشي، ان ربنا حقق معاه المعجزه الالهيه. كل ده حقهم طبعا. عشان الامن ده يا جماعه دول ان هم حاسين ان في يوم من الايام هيصحوا الصبح ربنا يكون عمل لهم المعجزه، لان احنا ما عندناش علاج ليهم حاجه. ان هم فجاه هيحسوا برجلهم وهيمشوا من السرير. عشان كده غالي الجماعه دول كلهم بالاجماع لما بيجي نستفسر منهم، كل واحد فيهم لما بيصحى الصبح عارف بيعمل ايه؟ الجماعه المشهورين دول بيقرص رجله. عنده امل انه يحس القرصه دي، يحسها، هو لو حسها يبقى خاف. العيان ده فجأة وهو بيقرص نفسه حصل له شوية حاجات غريبة بقى في يوم. قرص نفسه من هنا، رجليه راحت متنية ناحية بطنه، ابتدى يعرق، ضغطه عالي، راح مصدي البلدر والريكتم. كل ده بقرصة؟ كل دول من قرصة واحدة. الأربع حاجات دول، رجله التالت عارق سويتنج ضغطه عالي راح مفضي البلدر والريتم، دول على بعض مكتوبين من اربعه اسمهم ماس ريفلكس، شيله كده على بعضها. عارف ايه سبب القصه دي؟ زي ما بقول لكم التروما اللي بتقطع السباينال كورد، التروما محترمه اللي كسرت الفرتبري وقطعت السباينال كورد دي محترمه. مكان التروما يا اولاد بيبقى فيه تجمعات دمويه هيماتوما وفايبرس تيشو، مكان التروما الخط الابيض مخليه الهيماتوما والفايبرس تيشو دي مخليه النيرون بتاع السباينال كورد في مكان القطع او لمس هايلي اكسايتد. اولادي التروما، التروما الإصابة دي اللي قطعت البرتبري وقطعت السباينال كورد نتج عنها هيماتوما وفايبرس تيشو، تجمعات دموية وفايبرس تيشو، نسيج بون، التروما. الهيماتوما والفايبرس تيشو دي مخلية النيرونز بتاعة السباينال كورد في مكان القطعة أبو لمس، هايلي اكسايتابل، لدرجة إن أنت قرصت العيان شغلت نيرون أو اتنين منهم. الحواليك كلهم بيشتغلوا معاه بتاع الضغط واللي بيقتل الرجل واللي بيفضي. طيب الدليل على ان اللي انا بقوله ده صح ان بعد ست شهور، بعد ست شهور من الاصابه المسر بتاعتها هتبتدي. عارفه ليه؟ لان ساعتها مين خد وخلاص؟ الهيماتوم والفايبرس تيشو ما عادوش موجودين، المسر اختفى. اقرا كده السطر قبل الاخير في الريكفري هيقول لك المسر اختفى بعد ست شهور. يبقى ده دليل على اللي انا بقول لكم ده صح، والتفسير اللي بقوله ده صح. او ازاي التفسير؟ كام مره. ايه حكايه لما العين يقرص رجله بيحصل اربع حاجات؟ الاول اربع حاجات ولا بقول ليه؟ لو قلتهم اقول ليه؟ ايه الاربع حاجات؟ ضغطه يعلى، سويت، ايفاكويشن بلدر وريكتر، ريفليكشن اللي هو اللي تحت الابد. اخر مره بقى مش هقولهم تاني، ثالث مره قلت. ايه سبب الاربعه دول؟ يقول لك لان مكان القطع تروما عملت هيماتوما وفايبرس تيشو، دول مخليين النيرون بتوع السباينال كورد في مكان القطع ابو لمس. انا كتبت لكم كلمه اكسايتابيلتي بس. ابو لمس يعني ايه؟ بيشتغلوا بسهوله. ومنت لما تقرص رجل العيان شغلت النيرون منهم الباقيين اللي معاه بيشتغلوا كمان، بتوع الرجل اللي بيقتلوا واللي بيعملوا عرق واللي بيعلوا الضغط واللي بيفضوا. العيانين يا ولاد بينبسطوا بالناس بتاعتي. يا ليه؟ العيان عجبته اللعبه. انا رجله راح مفضي البدل والريكتم. بس العيان بيعتمد بقى على الطريقه دي للكنترول بتاع البدل والريكتم. لما يحب يفضي الصبح يقول لي القارب بتوعه هدوني الحاجه اللي بفضي فيها. البدل والريكتم. ويروح قارس رجله، يروح مفضي. الان بينسجم مع المسر ريفلكس. ما
بس يا فرحة ما دمك المسر بليكس ده يرتبع لديك ست شهور عارف بعد الست شهور العيان ده هيكمل طول عمره ايه؟ مكتوب عندي تبقى 5 اوتوماتيك بلادر اندريكس تبني جنبها بالعربي يبلح يفضي يرجع زي البيبي بتاع زمان. البيبي الصغير قبل سن سنتين شغال اوتوماتيك يملى يفضي بغض النظر عن الزمان والمكان. الشخص اللي اتقطع له السباينال كورد بالعرض نص ظهره انفصلت مراكز التفكير عن مراكز التبول والتبرد في نص ظهره رجع زي البيبي يملى يفضي. الجماعة دول يا ولاد غلابة قوي ايه بامبرز الجماعة دول مأساة كبيرة بقى ده اي وقت بيفصل امال الاسبانيا شكرا شغال ايه؟ يبقى نقص اللي اسمه ايه؟ ريتيشن تبقى في اليوم ما بقاش شغال يبقى يفضل اسمه ايه؟ اوتوماتيك بلادر اندريكس بتيجي تلاقي مسك كتير قوي ديك هيملى ينقط شك هنا يملى يفضل اوتوماتيك بلادر اندريكس. تفتكروا العيان ده يخلف ولا ما يخلفش؟ السؤال شكله ده مش دور ويحسش خلف ولا ما يخلفش؟ وليه طبعا؟ ايه رايك يا راجل؟ خلف ولا ما خلفش؟ الغريب العجيب ان الناس دول مشلولين وما بيحسوش بس ربنا ما حرمهمش بنعمة الانجاب. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي؟ مكتوب عندك في نمره 5 في حاجه اسمها الكويتس او السكشوال ريفلكس. عباره عن ايه؟ بيقول لك الشخص المشلول من دول لو انا جيت قرصت الجلاند بينز بداية البيلز من فوق ده مش هيحس حاجة ده مش ما بيحس بيحصل لهم ريفليكس إريكشن وإيجاكيوليشن ممكن آخد السيمن ده أحقنه في مراته بعد كده اللي هو الترشيح الصناعي وتخلف عادي جدا. أنا فاكر كريستوفر ريف ده بعد الإصابة زمان من 7-8 سنين مراته جت طلعت على السي إن إن قالت إحنا خدنا عين السيمن من كريستوفر ريف عشان بنحب نخلف بعد كده ممكن نخلف. الكلام ده ولاد في اول 6 شهور بس ممكن نعملها ناخد عينه السيمن بالذوب بالنظام ده نقرص البيز مش هيحس بحاجه هو بس بيحصل ريفلكس اريكشن وايجاكوليشن ناخد السيمن نحقنه في الراجل ان فيترو فيرتلايزيشن اسمها اللي هو ترشيح الصناعي. يبقى لما يسالوه يخلف ولا ما يخلفش يقول لهم ايه؟ خالف ليه ده؟ خالف خد عينه وديها للراجل اول 6 شهور بس ريفلكس ده بعد 6 شهور يا ولاد ترجع ريما لعادتها القديمه يرجع التون بقى عالي بالاكستنسور بتاع الريت قوم العيان ده تبقى رجليه مشلوله ومخشبه في السرير اسمها بارابليجي ان اكستنشن. عارفين ليه بقى اتفرد الخلاص؟ لان الكسر والدروع دلوقتي بقى وين اسكابلش مش محتاج حاجه تشجعه. يعني احنا ربنا الاول حط رجل مبنيه عشان لسه الكسر تعبان الكسر والدروع طب دلوقتي بقى شغال لوحده كويس ترجع ريما لعادتها القديمه يرجع التون اعلى في الاكستنسور. احنا قلنا المس اختفى العيانين دول يا ولاد لو وقفنا العيان من تحت باطه ورحنا ماسكينه موقفينه سايبينه هيقف. انتوا نسيتوا ان انا كلمتكم الحصه اللي فاتت لو واحد وقف البريشر على رجله من تحت يعمل كونتراكشن في العضلات اللي قدام واللي ورا كان اسمه ايه ريفلكس ده؟ خد سبورت. انا عايزك تتخيل نفسيه العيان لما فجاه اروح موقفه واسيبه يقف تلاقي عيان نفسيته بقت في السماء عمال يبص على الارض شايف رجليه واقفين قدامه وايه اللي يرسم نفسه. طبعا بس مش هيضحك عليه هو مش هيمشي في يوم من الايام بس اي حاجه نفسيه ايه اللي يقف ده ريفلكس فولت سبورتنج ريكشن. وبالمناسبه ده كان المثال الوحيد اللي ما عندناش فيه ايه؟ في السيلوكاتيشن ما عندناش السيلوكاتيشن فقط. فاهم الكلام؟ حد يلخبط في حاجه؟ اقلب الصفحه ده من فضل ايه الفكرتين بقى؟ اللي وراها الفكره بوزيشن موجود بقى موجود ستابلش الموضوع ده احنا بنقول على 6 شهور ايه
كأن اتكلمنا على نبض ونفس سوالهم. طيب. ايه